اللي حب في منافسات هذا المهرجان الذي يأتي في نسخته الرابعة في هذا الموسم. نسير إلى المركز الأول ونتقدم مع الكبسولة. سلطان بن مبارك بن غويث الكتبي يتقدم إلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني نو لمطار بن حمد بن عصيان المنصوري يأتينا على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر هذه عسيلة سالم بن عبيد بالحلوس العامري يتقدم إلى المركز الثالث. المركز الثالث هنا المركز الرابع وصول من خلال تواجد روعة لراشد بن حمد بن ضعيف بن غدير يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الآن وتقدمت أفعال عبد الله بن مبارك بن عامر الحبابي يحتل المركز الخامس، بينما المركز السادس هذه اللي وصلت الآن الشايبة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. المركز السابع قدوم مشاهدين الكرام من قبل فخر بطي بن مسلم بالزفنة العامري يحتل المركز الثامن. المركز التاسع هذه اللي وصلت الحقة لمحمد بن حليس بن راشد الكتبي. والمركز العاشر هناك تتقدم جلمودة لسالم بن دغاش العامري يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدين الكرام في نظام هذا الشوط في تحدي منافساته وانطلاقاته. نعود إلى بالعوضي، نعود إلى أهل الساد وأهل الوثبة مسيطرين على مقدمة الشوط على المركز الأول ما شاء الله. هذه اللي أمامكم الشايبة تتقدم لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي يقدم الشايبة في سن الشباب وهي تسير إلى المركز الأول. أول أشواط الإنتاج في هذه الليلة في هذه الأمسية من أماسي الناموس ومن أماسي التحدي الكبسولة تحتل المركز الثاني. هنا في هذه اللحظات سلطان بن سيف بن غويث الكتبي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هذه نو قادمة يا بن عصيان لمطر بن حمد بن عصيان المنصوري يقدم ضوء نو على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت هنا في هذه اللحظات وصايف لسعيد بن محمد الخيال الطنيجي. أما المركز الرابع أو الخامس هذه أبعاد أو الحق لمحمد بن حليس بن راشد الكتبي، لكن القادمين بدأ الهجوم في هذه اللحظات، بدأ الضغط على قائمة ومقدمة الشوط. المركز الخامس حلوة لمحمد بن شفيان بن سالم العامري يا سلام 1200 على خط النهاية. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات الكل قادم، ولكن عودة إلى الصدارة إلى المقدمة يا سلام يا بالعوضي لا زال مسيطر. الشايبة تتقدم هنا في هذه اللحظات في المرحلة الأخيرة من مستوى هذا الشوط. الشايبة مسيطرة لكن قادمة نو مطر بن حمد بن عصيان المنصوري. الجانب الآخر هناك بن سالمين هذا يقدم في المركز الثالث في هذه اللحظات يصل إلى المركز الثالث مقدما اسم آخر في منافسات هذا الشوط. وهذه غزلان عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، لكن أعود إلى الشايبة لا زالت مسيطرة. الشايبة المركز الأول محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، نو قادمة مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، ولكن الجانب الآخر غزلان عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وكذلك القادمة من الجانب الآخر تحرك الجميع الشايبة بالمرصاد بالمقدمة محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. سلام إلى أهل الساد اللحظات الأخيرة يا بالعوضي مسيطرة الشايبة متقدمة الشايبة لمحمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. نو قادمة مطر بن حمد بن عصيان، ولكن الجانب الاخر غزلان لكن خلاص الشايبه سيطرت على ناموس هذا الشوط. هذه الشايبه محمد بن ناصر بالعوض المنهالي، تانينا والناموس يا ابو محمد. هذه لحظات وصول الشايبه نو تحاول في اللحظه الاخيره نو مطر بن حمد بن عصيان المنصوري. الا الشايبه ان تنتزع اول اشواط الانتاج محمد بن ناصر بالعوض المنهالي. تانينا ناموس على فوز الشايبة بالمركز الأول. المركز الثاني نو مطر بن حمد بن عصيان. المركز الثالث هذه اللي وصلت الشاهينية سعيد بن علي بن حمد الزرعي. المركز الرابع وصايف لسعيد بن محمد الخيال الطنيجي.
خامسا وصول من غزلان عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري. هكذا كانت النتيجة، هكذا حيثياتي ونتائجي هذا الشوط من خلال التنافس. شعار بالعوضي قدم الشايبة وكانت حاضرة بخمسا من الدقائق، وهنا الثواني حاضرة أمامكم على شاشة دبي ريسينج مشاهدينا الكرام، أو ست دقائق بالفعل بالوفاء والتمام والكمال. هي الشايبة محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، ثاني وناموس المركز الثاني نو مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، حضرت في هذه المنافسة بست دقائق وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمطر بن حمد بن عصيان المنصوري. ثالثا كان الحضور مشاهدينا الكرام من حاملة 46 هنا في هذه الانطلاقة بست دقائق وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها في هذا الأداء الجميل الشاهين يسعي.